هجوما على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في الموالية لإيران جنوب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن وحدات من القوات الحكومية والمقاومة شنت هجوما على مواقع الميليشيات في جبهة ملعاء حريب جنوب مأرب. وأشار إلى أن القوات الحكومية والمقاومة تمكنت خلال الهجوم من تطهير مواقع بعروق رملية بجبهة حريب وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وكانت القوات الحكومية أعلنت الأربعاء استعادة عديد مواقع عسكرية كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي جنوبي مأرب.